صباح الخير اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من حلقات برنامجكم ميك اب لاين. زي ما عودناكم ان احنا دايما بنمشي على لاين الميك اب والفاشون وكل ما يخص المراه، والنهارده معانا فقرتين متنوعين جدا. الفقره الاولى الفقره الثانيه، انا بصي انا هقدم الفقره الثانيه وبعدين زميلتي تقدم الفقره الاولى، بس قبل ما اقول الفقرات خليني ارحب بزميلتي شيرين. صباح الفل يا شيرين. صباح الخير يا ايمي، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الجمال ده؟ حبيبتي غيرنا الواناتنا بقى خالص بقى. اي انا يعني اتكلمت في الفقره الثانيه قبل الفقره الاولى، يعني معلش اقدم بقى الفقره الثانيه، هيبقى معانا مين طبعا وبعدين تطلع بالفقره الاولى. احنا النهارده معانا يعني نتيجه لوجود فيروس كورونا الفتره اللي فاتت، وان الشعب كله كان اكتر الوقت قاعد في البيت وكان فيه بقى ضغط والكلام ده، بدا كتير من الشباب يتجهوا لبرامج زي التيك توك. تمام. فدلوقتي يعني في ناس كتير عندها مشاكل مع الابلكيشن ده، وناس كتير شايفه ان هو بيقدم محتوى كويس وفي نماذج كويسه. طبعا احنا بنشكر يعني الناس الفتره اللي فاتت اللي بدات تاخد خطوه ايجابيه ناحيه اي حد بيقدم محتوى غير هادف للتيك توك. عشان كده النهارده هيبقى معانا دكتور امراض نفسيه هيتكلم معانا عن كل ما يخص يعني العامل النفسي اللي بيأثر عليه التيك توك على الشباب الفتره دي، وليه هما بيتجهوا يعني برامج زي التيك توك، وليه ممكن يقدموا محتوى غير هادف لمجرد الربح فقط. ده طبعا نوع من انواع المرض يا شيرين زي ما انت عارفه، طبعا اكيد ان انا اعمل محتوى غير هادف عشان اخد بس عائد مادي. ماديات. رجعنا بقى للفقره الاولى، يبقى معانا مين؟ نرجع للاين بقى. طبعا الفقره الاولى هنرجع لللاين بتاعنا الاساسي ميك اب لاين، ومعانا خبيره التجميل المعروفه في الشرقيه ساره حجازي. طبعا ساره يعني غنيه عن التعريف، حاصله على جوائز كتيره جدا في الميك اب. هتكلمنا عن الميك اب وانواع البشره وايه المشاكل اللي بتواجه البنات وخصوصا في فصل الصيف في الميك اب. وطبعا في مشاكل كتيره جدا بتواجه العرايس برضو، بيجوا بالمشاكل بتاعتهم ان هم بيكونوا عايزين حاجات معينه. ده كله هنتكلم فيه مع الميك اب ارتست وخبيره التجميل ساره حجازي. هتنورنا النهارده. طبعا اكيد ساره شغلها غني عن التعريف طبعاً. استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الميك اب ارتست الجميله اللي انا على المستوى الشخصي بحب شغلها جدا، الميك اب ارتست ساره حجازي رئيسه مجلس اداره جنه ستايل. ازيك يا ساره؟ نورانا النهارده في ميك اب لاين. ده نورك يا قلبي. ايه الجمال ده والشابو الجميله دي والالوان الحلوه دي؟ ده ذوق الديزاينر بتاعتي لوجي دسوقي، وانا بحب شغلها جدا. يعني هي شغلها ما شاء الله حلو جدا بقى، يعني بحسها سعاد حسني قوي. عارفه الستايل الكلاسيك ده حاجه جامده يعني. طب كويس، الحمد لله. يعني انا تعبتها خالص معايا بصراحه لوجي، بس هي شغلها ممتاز. بنشكرها من ميك اب على مستوى الشرقيه كله ما شاء الله. بنشكرها من ميك اب لاين. كلمينا بقى يا ساره، بداتي امتى وازاي، وكانت بدايتك في الميك اب ازاي؟ بدايتي كانت انا اساسا عندي موهبه الميك اب اصلا يعني. فقررت ان انا هبدا واشتغل، فكنت شغاله يعني كوافير شامل، ما كانش ميك اب ارتست بس. انا بقالي في الميك اب ارتست بقالي 4 سنين بالظبط. بس حبيت الشغل جدا، يعني بقالي في المجال ده 12 سنه حبيت الشغل جدا، حسيت بحس نفسي فيه يعني. طب ايه المشاكل اللي بتقابلك يا ساره، بما اني طبعا في نفس المجال بتاعك وفي الميك اب؟ انا يعني انا عن نفسي بيجي لي مشاكل كتير قوي. يعني مثلا ممكن يجي لي عروسه عايزه لوك معين، فاللوك ده مش ماشي مع ملامحها. انا مشكلتي ان انا مكاني في ارياف. مشكلتي ان البنت عندنا ما بتهتمش ببشرتها خالص خالص على الاطلاق. هم عارفين احنا تعبنا من الشرقيه خالص. انا هو الاسبوع الجاي بيجي لك النهارده. الشرقيه فيها اماكن كويسه جدا، بس الارياف بالاخص قليل جدا لما تلاقي واحده جايه متفهمه وعارفه. فانا بخلي العروسه مثلا تيجي لي قبلها بشهرين تحجز، ببدا انا اعمل لها الجلسات اللي انا هيئ بشرتها
للميك اب وكده، لان هي ما بتهتمش خالص طبعا يعني. كل ما يكون بدري اكيد بيبقى انا بس اللي بيضايقني منهم انها لما تجيب لي مثلا صوره وتقول لي انا عايزه نفس اللوك ده، شايفه نانسي عجرم انا عايزه ابقى لا فدي مشكله يعني. المفروض انت تكوني عايزه نفسك، مش عايزه حاجه ثانيه، مش عايزه تقلدي حد، انا عايزاكي تبقي بنفسك. فيعني انت جايه عند سارة حجازي واثقه في سارة حجازي، سيبي نفسك ليها بقى. طبعا انا اختار لك الاصلح واعمله لك. طب خلينا نعرف كده في اول الفقره بتاعتنا، ايه انواع البشره يعني؟ طبعا البشره العاديه دي اجمل بشره، البشره الدهنيه دي انا بحبها، البشره الجافه دي انا بكرهها. انا بكره الدهنيه. البشره الدهنيه جميله معايا في الشغل، الجافه والمختلطه بالنسبه لي انا ما بحبهمش، لان بتكون ليها اوقات زي الشتاء مثلا البشره بتبقى مستحيله يعني. يعني بس بيبقى صعب شغلك معاها ولا بتبقى المشكله في ايه بالظبط؟ لا هي المشكله في التجهيز بقى اللي قبل كده يا امي، انت فاهمه لما تكون انت عارفه انت مجهزه بشرتك لايه وعارفه انت هتتعاملي مع ايه. غير لما بتجيلك عروسه فجاه كده وتبقي مش عارفه بتوتري تتعاملي معاك ازاي. عندنا بيحصل كتير، بيحصل عندنا كتير، ممكن تيجيلك عروسه النهارده وتقول لك انا بكره خطوبتي، انا طب بكره. يعني ايه بقى الاكت بتاعك اللي بتعمليه معاها؟ بصي انا اول حاجه بعملها ان انا وهي بضحك. لازم نبقى صحاب. لازم العروسه تدخل عليها تحبني، طبعا حبتني عشان ترتاح لك. بتسيب نفسها خالص، فببدا بقى احس ان هي خلاص اشتغلي، شوفي اللي انت يعني شايفاه صح واعمله لي. فخلاص بقى بنبقى عشره بجد يعني، بتبقى عشره جامده يعني، لان احنا خلاص انا فهمتها وفهمت ايه دماغها وعارفه هي عايزه ان كانت عايزه لوك سيمبل، عايزه لوك مطرقع. اعمله في الحدود المعقول. بس طيب بالنسبه يا ساره، يعني برضو في مشكله كتير بتواجه العرايس اليومين دول وبالذات في منطقه الارياف. تمام. الكونتور هما بيكرهوه جدا، وهما ما بيقولوش الكونتور، هما بيقولوا الميك اب الارتست، احنا ما بنحبوش. بالظبط كده، وكمان بيقولوا حاجه تانية، انا مش عايزاكي تطلعيني غامقه. بالظبط، ما هما برضو فاهمين غلط. المفروض ان في 5 درجات من الفاونديشن، فكل درجه بشره كل لون وله درجه فاونديشن. انا عايز اقول لك اول ما الناس عرفت ان معانا النهارده ساره حجازي اتفاعلت معانا جدا على البيج وجالنا اسئله برده كتير. يعني حابه ان انا يعني ارهالك من الفون، يعني في ناس برده قالت نفس السؤال بتاعك يا شاري، ان يعني الفاونديشن ليه بيقلب لون رمادي؟ لا بصي، ما انا بقول لك انا لو ما اخترتش الحاجه الصح الدرجه هبوظ الدنيا خالص. بالظبط. الدرجه والنوع، يعني نوع الفاونديشن. بس في حاجة اسمها الفاونديشن بيقلب رمادي؟ يعني الجراي ده انا ما بشوفش وش الجراي. طبعا طبعا اكيد. بص انا عايزة اقول لك ان في ناس ماشية في الموضوع دوت، اللي هو الميك اب ارتست بيروح يجيبوا حاجات رخيصة جدا ويستخدموها وهي فاكرة ان هي عندها ماتيريال عالية. بالظبط. لكن لا، انت ضحك وده ما بيبانش غير لما بيتحط على البشرة. بالظبط بالظبط، ما بيظهرش الا بعديها بفترة. ومشكلة الارياف عندنا بقى بيضيني. ايوه انا عايزه ابقى بيضه. انا عايزه اطلع بيضه. انا عايزه ابقى بيضه. طيب كعكه بسكر. ازاي يا جماعه؟ لا انا اشوف لون بشرتك واعمل لك على حسب لون بشرتك. بالزبط. لا هم صعبين جدا، تعبني في الحته دي. احنا بنوجه رساله للشرقيه، نهدى شويه في الميك اب. نهدى شويه ارجوكم. طب انا عايزه برضو افهم يعني ايه المشاكل اللي بتواجه البشره بصفه عامه في فصل الصيف؟ بصي انا ببقى عندي مشكله العرق. العروسه اللي بتعرق بتدمر لي شغلي. يعني لما كنتش اكون مجهزه البشره وجايه لي قبلها بفتره ومتابعين مع بعض، وزي ما قلت لك ممكن تيجي لي تقول لي انا فرحي بكره او بعد بكره او في خلال اسبوع، مش هلحق ان انا اجهز البشره. فبتبقى بالنسبه لي انا صعب ان انا احاول ان اشوف البرايمر اللي يقفل البشره كويس واستخدم لها الحاجات اللي هي تبقى كويسه عليها. فده يعني هم بيضغطوني، فده بيبقى حاجه مش كويسه. هو الموضوع مش سهل، بس الناس فاكرينه سهل. مع الاسف. بس احنا برضو في تفتح عن الاول، واهم حاجه برضو زي ما قلت يا ساره، لو العميله ارتاحت لك خلاص الموضوع انتهى. حبايبي مفيش عروسه يعني عندي. اكيد بيجي لك الناس اللي هي المسالمه، واكيد بيجي لك العروسه اللي هي لا انا عايزه كذا لا كذا، دايما كئيبه وتعيط، بس انا بفكها. ده الاكتئاب ده يعني، والله لا بتبقى خايفه. بصي هي عايزه ايه؟ عايزه منك ان انت تفهميها. خلاص انت فهمتيها، عرفتي هي عايزه ايه، هتعرفي توصلها. يعني عايزه ميك اب سيمبل، حاضر هعمل لك نفسك بيه، بس سيبي نفسك. على فكره اللي بيحضر الميك اب خطوه خطوه بيكرهه فعلا، لكن لما بيشوف الفينش في الاخر لو لا اصبري للاخر. اللي هو يعني فكره ان مثلا لو ساره بتعمل العروسه او حاجه،
ففي ناس موسوسه شويه، موسوسه كل ما ده ما بتسيبش المرايه اي حاجه تحط في الوش تبص لنفسها في المرايه. طب اصبري في الاخر بتوترني وشوفي. انا شخصيا انا عايزه اقول لك يا ساره ان انا من الناس بقى اللي عكس كل الكاتيجوري دي. ليه بقى؟ انا لما ببقى بتعامل يعني انا شغلي كله يعتبر مع شيرين اللي طالع روحها معايا شيرين دي حبيبتي شيرين سكر، لكن انا لما بتعامل عموما مع اي ميك اب ارتست ايا كان مين ببقى قاعده ما ببصش في المرايه، في ثقه ودايما اقول وفي ثقه في اللي معايا ودايما بيبقى عندي جزء تاني والله لو عملتي حاجه وحشه فهو في وشك اسمك بينزل اسمك موجود عليه فبسيب نفسي مع شيرين. دي برضو بتبقى عندي انا نقطة مش كويسة. في ناس تيجي تقول لك ده في وشك، ده في وشك ده بيبقى يعني بالنسبة للفلوس يأثروا فيكي ويقول لك ايه في وشك، لا مش وشي هو شغلي وانا هطلعه على يعني بشكل كويس بس ما تقوليش في وشك. انا عايزة العروسة تيجي عندي انت واثقة في نفسك قبل ما تكوني واثقة فيا. انت لو عندك ثقة في نفسك وعارفة ان انت حلوة وجواكي حلو يبقى يطلع منك شغل كويس. بالظبط. بس هي الثقة بس اللي بتبقى مهزوزة فيهم شوية. طيب برضه يا سارة في مشكلة ناس كتير بيسألوا فيها وأكيد برضه عدت عليك كتير بس يعني أنا عايزة أسمع الناس يعني مش كلام مش مني أنا بس كميك اب ارتست وميك اب ارتست تانية وكل الناس اللي هيسمعونا ليهم خبرة في المجال عارفين الكلام اللي بنتكلم فيه. الحفر والبروز أكيد بيعدي عليك كتير، بيجي لك حد يقول لك أنا إيه ده أنت خلصتي الميك اب أنا لسه عندي حباية ظهر حباية لسه طالعة حبيبتي أنا مش ساحرة طالعة أيوه أنا قلت لهم نفس الجملة أنا مش ساحرة أنا مش ساحرة أنا بداري لك العيب اللي في بشرتك إن كانت توحدي اللون إن كان أي مشكلة في البشرة مش شرط حبوب بس أنا بداريها بالظبط لكن ما بمسحهاش بأستيكة لا هي موجوده بالظبط احنا مش صحره يا جماعه انت مش هتحطي ايدك على الوش تغيري لا دي حاجه موجوده في البشره لا طبعا دي هو بشرتها كده انت بقى عالجي بشرتك عشان خاطر انا بيجي معايا ما شاء الله بشرات تحفه حاجه انا بحس ان انا عملت حاجه واو بتلاقي النتيجه انا نفسي يعني ايه ده بندهش ايه الجمال ده. طب بالنسبه للبنات اللي بتتفرج علينا دلوقتي وحابه ان هي تداري الحفر والبلوز والكلام ده في البيت في طريقه مثلا يعني بعيده خالص عن الميك اب بقى يعني اورجانيك في البيت وكده علاج وانا شخصيا لما حد بيسالني عن شيء انا افهم فيه بقول انا افهم واديك النصيحه لكن انا ما بحبش افتي اصلا معلش انا مش دكتور انا مش دكتوره جلديه انا ميك اب ارتست انا ممكن اقول لك تعالجي ازاي لو حاجه سهله لكن لو مشكله كبيره يبقى انت لازم تروحي لدكتور متخصص متخصص ويشوف بس يا رب ياخدوا العلاج يعني هم بيمشوا عليه مره خلاص يعني في الاهمال بيبقى من الناس بيرجع للبنت نفسها العلاج موجود بس انت ممكن تمشي عليه خطوه وتسيبي البيت. هي اصلا اسباب الحفر في الوش بتبقى ايه؟ مسام واسعه مشاكل في البشره في ناس ما بتهتمش خالص ما يعرفوش يعني ايه تنظيف بشره يعني لحد النهارده في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه تنظيف بشره فعلا هو تنظيف البشره المفروض انا كنت لسه هسال عليه نفس السؤال البنت تعمل تنظيف بشره لوشها ايه كم مره في الشهر مثلا كم مره في الاسبوع يعني بيبقى الستاب ايه كل حاله بشره وليها يعني طبعا مش هتجيب المشاكل الكبيره زي المشاكل الخفيفه بس اقل ما فيها مره كل شهر وطبعا مع الروتين الطبيعي في البيت ترطيب غسول هم ما يعرفوش الترطيب كريم اي كريم مرطب نحطه على البشره المفروض شرب الميه كتير بصي انا اكتر حد انا النهارده يعني بخاطب اتنين ميك اب ارتست معايا في الهواء بخاطب اتنين انا اكتر حاجه بتضايقني لما تيجي واحده تقول لك انا عملته ما جابش نتيجه لا انت ما عملتيش ما مشيتيش على الخطوات صح هما للاسف بيتسرعوا يعني بمعنى هي بسرعة. بتعمل النهارده بتعمل بكره بتعمل ما بعده ما لقتش نتيجه خلاص بتسيبه لا غلط لا طبعا غلط طب ممكن البنت تعمل لنفسها تنظيف بشره وسكين كير في البيت ولا طب ايه اللي تقدر تعمله البنت بصي اول حاجه السكرابات لازم تبقى موجوده عندك طبعا ميه الورده عشان خاطر تقفل المسام بعد الجلسه عشان مش انسى اقولها في الاخر والبخار البخار جميل والسكرابات لو حاجه نظيفه ما يجيبوش حاجات شعبي ويستخدموها كل ما تكون المنتج يعني حاجه معروفه لان دي بشره تبقى انت كده في الامان لكن في ناس بتخاطر ما بيفرقش معاهم ايه هو المنتج دايما بشوف ان احنا لو بنسترخص في حاجه او بنروح للحاجه الاقل سعر مش في الميك اب مش في الميك اب وفي حاجات البشره عموما يعني تمام. الحاجات دي لما بنبقى بناخد حاجه رخيصه بتاثر علينا بالسلب مهما كانت فملهاش لازمه يا ما جابش
يجيب حاجه كويسه. بالظبط ده كلامي وناس عارفين انا بقول كده، معاكي تمن الحاجه كويسه هاتيها، ما معاكيش ما تعمليش. ممكن لو المنتجات برضو غاليه او في براندات دلوقتي للبشره باسعار وهميه، في ناس مش هتقدر، ممكن تعمل حاجات طبيعيه. مفيش حاجه اسمها حاجه غاليه عليا، ممكن يعني انا بقى متوفر. في كتير بيقابلني يقول لي لا انا مش هقدر اجيب الحاجات دي. لا ما شاء الله، ده احنا في بدائل ارخص يعني، في حاجات طبيعيه في البيت. بالظبط نفترض يعني. بالظبط ده اللي كنت لسه هتكلم فيه. حلوه جدا. اه ده اللي كنت هتكلم فيه دلوقتي، وهرجع للسؤال تاني. البنت تعمل لنفسها تنظيف بشره في البيت كم مره في الاسبوع؟ وكان جالنا اسئله عايزين الخطوات بالظبط، يعني اعمل رقم واحد كذا، رقم اثنين كذا. هكتب لكم الخطوات وابعتها لكم. اه طب مبدئيا هم يعملوا كم مره تنظيف بشره في الاسبوع؟ على حسب برضو حاله البشره. البشره ما انا ما تكونش بشرتي مش محتاجه واروح العب فيها وادمرها. وفي ناس ما بتقفلش البشره بعد البخار، البخار حلو جدا بس مره في الاسبوع مثلا. في ناس بتعمل البخار وما ما بتقفلش البشره فبتسيبها مفتوحه فبيأثر بقى عليها. لازم تهتم بنفسها. لازم لما تجيب المنتج تبقى عارفه هي بتشتغل بايه. انا ما بدمرش بشرتي، لازم يكون عندك بشرتك دي غاليه عليك شويه، هي الواجهه. وكمان في ناس طول النهار الميك اب على وشهم ويناموا بيه كمان. ده اثره ايه؟ صار في ناس يعني يا ستي عادي. اول خطوه بتحصل اول ما تصحى من النوم بشرتها بتبقى كلها حبوب. بالظبط، حتى لو الماتيريال غاليه جدا يعني هي ملهاش علاقه ب لازم البشره تتنفس. لا بالظبط، لازم بالظبط. بس هو المفروض ما يجوا ياخدوا كورسات بقى عشان نعرف. احنا كده ندي كورس في الحلقه فري يعني، يتفرج على ميك اب لاين وياخد كورس ميك اب فري. والله ما اقول لكم لا، السنه دي انا لما كنت بتكلم عن انا كنت بتكلم عن السيزون بتاعنا قلت يا جماعه كورس ميك اب فري معانا الفقرات. احنا ادينا انا وشيرين، انا وساره عملنا كورس قبل كده. انا حضرت وانا بحضرت يعني، وحبايبنا كتير يعني. الحمد لله. الحمد لله. والناس باذن الله اللي هتتفاعل مع البيج الخاصه بيكي الفتره الجايه هتبدا ان هي تاخد برده كورس يعني من برنامج بقى فيه خصم ان شاء الله، وجزء منها هياخد فري. طبعا ده انا عيوني. انا بدبسك على الهوا. لا وانا موافقه، انا افرح على فكره جدا يعني. القريبين مني يعرفوني شخصيا، عارفين ان انا ما بحبش اداري ومش بستنى. مثلا في ناس بتعوز مقابل، انا الحمد لله والشكر لله ما بستناش مقابل من حد. طب الفتره دي في ناس برضو سالتنا عن الوصفات الطبيعيه، يعني انا مثلا لو عايزه اعمل المسكوت بقى الطبيعي بتاعتنا اللي هو الزبادي على الخيار. أيوة. الحاجات دي رايك عسل بقى رايك فيها ايه؟ حلوه مفيده دي اورجانيك كلها ولا دي فيها مشاكل؟ جميله والله، بس لو احنا نعمل، لو احنا نداوم على كده. ما انا ما اعملش النهارده واجي بكره اكسل واجي بعده اطنش وخلاص الموضوع نسي. ان انا عملته ما جابش نتيجه برضه. طب عايزين بقى كده منك يعني حاجه كده اكسكلوزيف للميك اب لاين، عايزين تقولي لنا كام وصفه طبيعيه تعالج البشره من مشاكل تفتيح لهالات سودا تحت العين. لينا كده النهارده. بصي انا اتكلمت في نقطه قبل كده والناس عندنا خدوها تريقه. لما قلت ميه الرز دي تحفه، انا عايز اقول لك بقولها لك على هوا يا شيرين. شيرين نصحتني بيها كتير جدا. انا قلت ميه الرز كتير دي جداً. بصي هي مش حلوه للبشره بس، والشعر كمان فعلا. والنشا جميله، والزبادي بالعسل روعه. بس انا زي ما قلت لك انا ممكن اديكي كذا وصفه بس انت مش هتعملي بيها. ليه؟ ما هو كده في كسل، في كسل في في مش عايزه اقول في الشعب المصري. بصي هو مش بصي اقول لك حاجه، هو احنا بنقول دايما الوصفه بتاعتنا للجزء او للفئه اللي مش بتكسل او اللي حابه تهتم ببشرتها. يعني متابعين ميك اب لاين، يعني نقول وصفات لمتابعين ميك اب لاين. انت لو عملتي زبادي ده ترطيب لوحده. لوحده يعني الزبادي لوحده كل يوم قبل النوم ده ترطيب لوحده. قبل النوم زبادي معاكي النشا، معاكي النشا مش بينشف البشره. ميه الرز بيحطوا عليها مثلا معلقه عسل. في ناس بيحطوا عليها ليمون بس انا ببقى يعني الليمون ده له في بشره على حسب البشره منه. الناس اللي بشرتها حاطه عليها ليمون تبقى مشكله معايا. انا ما اقدرش احط على بشرتي ليمون خالص. صعب بس هو يعني حاجه كويسه. واتمنى ان كل واحده تهتم بنفسها والله يعني. والله في اقل الحاجات الموجوده في البيت بتعمل نتيجه حلوه قوي للبشره لو داومنا على الاستخدام يوميا. لكن فعلا زي ما ساره قالت في يا ايمي كسل كتير قوي قوي جدا. طب انت عارفه انا في برضو حاجه بحب اقولها للعملاء بتوعي للبشره، تلج
قوالب التلج. التلج ده عشان تقفلي المسام. ولو برضو تفتيح، لو التلج فيه مضاد حيوي بيعالج البكتيريا بتاعت البشره. تمام. يعني بصي انا بقول لك تلج، يعني انت هتجيبي من الفريزر تلج. عارفه انا كنت بعمل حاجه حلوه قوي، انا كنت بجيب خيار ابشره ومعلقه ميه موارد وتلج واحطها في القالب بتاعت التلج اللي هو مربعات ده، وكنت اسيبها مثلا وكل يوم الصبح كنت احطها على وشي. كنت حسيت بنتيجه، بس برضه انا الناس اللي كسلت جدا. والطماطم برضه في ناس بتستخدمها في التفتيح برضه. طماطم؟ طبعا. اعمل ايه؟ لا بصي هقول لك، انا هقول لك في طماطم. اضربي شويه طماطم والله افرديها على وشك. انت عارفه انا كنت مره سمعت مقوله كده، ماشي صلصه جاهزه. لا في البيت جاهزه دي فيها مواد حافظه وفيها اضافات، انما انت في البيت هتعمليها بدون اضافات. قالت كان في زي شيف كده بتعمل اكل، كانت بنوته، فبتقول لك وانت بتضربي الطماطم بتعملي التسبيكه خدي منها معلقه حطيها على وشك، يعني اعملي اكل واعملي ماسك في نفس الوقت. انا بصراحه حلوة جداً. انا ما بعملش حاجات طبيعيه في بيتي، انا عندي السكربات بشتغل بيها بحيث انها تديني نتيجه اكتر. طبعا اكيد طبعا واسرع. هو للاسف يا ساره هو وقت حلقتنا انتهى، بس قبل ما وقت حلقتنا ينتهي احنا حابين نعرف منك ايه النصايح اللي ممكن تديها للبنات الفتره دي خلال فصل الصيف. نختم بالنصايح. اول حاجه انا بتكلم على رئيسي مش بكلم اي بنت. اهم حاجه عايزاها فيكي ان انت تهتمي ببشرتك، لان البنات بتيجي على خلاص الفرح قرب بيبدا التوتر، مفيش نوم، قلق، اهمال في كل حاجه. وانا ما يعني عايزه كل واحده تهتم بنفسها، بس انا كل اللي بطلب منك تهتمي بنفسك، حبي نفسك وخلي عندك ثقه في نفسك بس. نورتينا وشرفتينا النهارده الجميله ساره حجازي. ان شاء الله يكون معانا فقرات تانية كتير، والفتره الجايه بقى نعمل الحوار بعد كده ما بينك وما بين شيرين. خلاص انا عايزه اشكر شيري على الهوا. احنا كلنا بنشكر شيري. لا شيري وجودها في حياتي هو سبب او سر سعادتي. يا قلبي ربنا يخليكي ليا. يا قلبي يا رب ربنا يديمها نعمه في حياتي يا رب. بلس وان يعني انا معاكي، انا معاكي في اللي بتقوليه. لا بجد شيري وقفتها جنبي شخصيه محترمه جدا. يخليكي يا قلبي، انت تستاهلي كل خير والله، ما شاء الله عليكي. شغلك اصلا بيتكلم عن نفسه، وده غير الشخصيه نفسها. شفتي بقى هي دايما بتحفزني كده. انا ما اقدرش اقول على شيرين غير انها بتقف معانا كلنا. انا على المستوى الشخصي بشكرها من ميك اب لاين. نعمه لينا بجد يعني. للأسف فقرتنا انتهت. معانا الفقرة التانية دكتور مصطفى عبد السلام، أخصائي نفسي ودكتور الصحة النفسية والتربية الخاصة، هيكلمنا عن التيك توك بقى، وتبقى حلقة مميزة جدا، فقرة مميزة جدا. استنونا بعد الفاصل.